يا بابا وسلام عليك يا بابا. والله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا. تونس هي عروس البحر الأبيض المتوسط وبوابة العرب على أوروبا، تتمتع بتضاريس جغرافية مميزة بين الجبال والتلال وسهول الخضراء والصحراء، وإطلالة على البحر تمتد لحوالي 1300 كيلومتر على البحر المتوسط. سيدي منصور يا بابا ونجي زور يا بابا. تعاقبت عليها عدة حضارات عريقة تعود لثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد. يا بابا وتوفر للسائح إطلالة مميزة على شواطئ مشمسة على طول ساحل البحر المتوسط التي يحيط بها أشجار النخيل مع متعة موجات الطيف المترامي. يا بابا وسلام عليك يا بابا. الله الله. أنا قمت بزيارة الأردن مع وزيرة، تقابلنا مع وزيرة السياحة كان مؤتمر كبير متاع المنظمة العالمية للسياحة في بيترا، وعملنا برنامج وإن شاء الله نفعلوه البرنامج هذايا مع الأردن. جهة سوسة هي من أهم الجهات السياحية في تونس، أهم وجهة محسوب سياحية في تونس، البوادر مهمة. ساعة نحب نشكر اللي عملوا المعرض هذايا، هي الدورة الثانية معرض السياحة الدولي لسوسة. الموسم السياحي إن شاء الله باش يكون باهي. عام 2016 تعدى عام فيه مشاكل أمنية، هذاك اللي مهم ياسر، والقطاع قاعد يسترجع في قواه، وإن شاء الله عام 2017 يكون عام إقلاع في الحين. سيدي بوسعيد قرية على أعلى الجرف، وهي مميزة بأبعادها الصغيرة. تجذب هذه القرية العديد من الزوار باعتبارها من الأماكن المثيرة للدهشة التي تحتفي بالفنانين من أبناء القرية الصغيرة بألوانها البيضاء وأبوابها الزرقاء وأزقتها الضيقة. تتيح للسائح والزائر للعاصمة التونسية الاستمتاع بالأسواق الشعبية القديمة والتي تنبعث منها رائحة التاريخ العريق من جنباتها، واختيار أفضل أنواع الخزف والفخار المشهور في تونس وأفضل المنتوجات من الحرف اليدوية التقليدية القديمة. وتنفرد بأزيائها التراثية العريقة التي تمتد لعدة عصور والتي حافظ عليها المواطن التونسي حتى وقتنا الحاضر. يا بابا الله الله. يا بابا الله الله. يا بابا الله الله. يا بابا الله الله. تعال لا رلا ويا رلا يا رلا رلا ويا رلا. يا رلا رلا ويا رلا ونجيك نزور يا رلا.